بليلي ما فيها ضو قمر ولا كهرباء. بيصرح النائب محمد قباني للشعب اللبناني انه هالصيفية ما حيكون فيها مي، لذلك يستحسن انه نتحمم على الناشف وبلا صابون. لما يقدوش اللبنانية خليهم يقدصدوا شوي. يعني انا بدي هني الوزير قباني على الاقتراح الحلو اللي قاله انه نتحمم نهار بالجمعة بس. صراحة بيراتنا يعني هني قالوا روح شوفوا للوزير، بس انا من وقتها ما رحت. خلينا نشوف العالم كم مرة بتتحمم بالجمعة. كم مرة بتتحمم بالجمعة؟ 4 مرات. مرتين عبكرة وعشي. الجمعة؟ مرة واحدة؟ 10 مرات. كل يوم. الله أعلم. والوزير قباني قال مرة بالجمعة، ليش كل يوم يعني؟ الوزير قباني كتير قوي. أعتقد آخر مرة تحممت فيها كان عيد الميلاد، لأنه أحسن بلد عندك. مع العلم إنه أكترية أحياء بيروت مقطوعة من المي، كشفت الدكتورة فلك مختار إنه المي اللي عم توصل على الحمرة وبرج أبي حيدر وتلة الخياط وخاصة الضاحية هي ملوثة 100% وعم تؤدي لأمراض كتيرة، منها التهاب الكبد ألف، حتى ما بينفع تتشطفوا فيها. آخ من المي، يعني بعد شوي حنصير زي العالم الكيميائي اللي عنده معزية، بدل ما تقول ماء ماء قالت أجدزو أجدزو. عندكم مي بالضاحية؟ المي اللي بالضاحية صار فيها أباتيت آت. شو هذا شو اسمه؟ إيه هذا هلا عم يجي بالمي يا حبيبي وعم والله العظيم طعمته كثير طيب. بتعرفي إنه الضاحية صار فيها مي ملوثة؟ ما بعرف حبيبي، أنا من سكان الحمرة عرفت؟ من الشام ساكنة بالحمرة أو بجونيا، ما بسكن بالضاحية. طيب بتعرفي إنه هني عم يموتوا بالضاحية؟ كلنا عم نموت هلا، وقفت كلنا بصورنا متنا ومشي حالنا. بتحبي تتبرع بمصاري لأنه هن؟ لا، نحن أنا سورية مهجرة، دومين يتبرع عنا. أنت مهجرة؟ طب ليش مش كل مهجرين مثلي؟ قصدك أرستقراطية؟ الحمد لله، فأما بنعمة ربي كيف حدث حبيبي؟ تشرب؟